والنهاردة ومعانا فيديو جديد من فيديوهاتنا. معانا النهاردة العشبة السحرية لكل مرأة، وعامة هي للرجال والنساء، يعني عامة هي مش للنساء فقط. معانا النهاردة عشبة سحرية، عشبة المورينجا، هتخليكي دايما شباب، هتخليك دايما شباب دايما، مش هيحصل لك تجاعيد، مش هيبان عليك كبر سن، مش هيبان عليك كبر سن. بجد يا بنات، عشبة المورينجا دي من احسن الحاجات اللي جربتها فعلا، بجد روعة روعة. اسمها عشبة المورينجا، انا هوريها لكم بس عشان تبقوا شايفينها، شايفين اللون. هي عبارة كده عن اوراق زي اوراق الشاي، شايفين لونها، هي بتبقى لونها، طبعا احنا بنجيبها وبنطحنها، يعني انا بجيبها وبطحنها، وفي منها بيتباع مطحون في الاسواق، هتلاقوها عند اي عطار، هتلاقوها عند اي ستور بيبيع مواد طبيعية واعشاب طبيعية، بس بتكون اورجانيك مش من اي مكان. شايفين لونها، شايفين عاملة ازاي، دي عشبة المورينجا، زي الشاي الماتشا بالظبط او الشاي الاخضر، شايفين، شايفين لونها. بجد يا بنات العشبة دي لو قعدت اتكلم من هنا، يعني ماكسيمم 5 سنين قدام عن فوائدها، انا مش هقدر او فيها حقها. بجد روعة روعة يا بنات، فيها 65 معدن وفيتامين. عارفين يعني ايه 65 فيتامين؟ يعني حاجة كده، يعني مش عارفة اقول لكم حاجة كده، يعني مش عارفة، حاجة سحر بجد. العشبة دي روعة، اسمها عشبة المورينجا، شايفينها. انا بحب بس ان انا اوريها لكم تاني عشان الكل يبقى شايفها، تبقى بنفس اللون ده، لونها اخضر. عايزين بقى نعرف ايه يا سماح فوائد العشبة دي ونستخدمها ازاي. اول حاجة، علشان تحافظي على شعرك وبشرتك، الناس اللي بتعاني من تساقط الشعر، تحفة تحفة بجد، هتوقف لك تساقط الشعر. ليه بقى؟ لانها بتحتوي على كمية فيتامينات ومعادن هتوقف لك اي تساقط شعر. الاولاد اللي عندهم تساقط في الشعر روعة، البنات اللي بتعاني من تساقط الشعر، المورينجا من اكتر الحاجات اللي هتوقف لك تساقط الشعر. فيها فيتامينات، فيها فيتامين جيم، فيها فيتامين ب، فيتامين ب اللي هو B12 اللي احنا بناخده في حقن، موجودة في المورينجا. فيها حديد، فيها زنك، فيها احماض امينية عالية جدا، بتحافظ على صحة الشعر والبشرة. فيها اكبر عناصر، فيها اللي هي العناصر المضادة للأكسدة او انتي اوكسيدنت، اللي بتخليش البشرة تعجز بدري. اي حد تلاقيه بيشرب مورينجا هتلاقي بشرته فعلا تحس ان هو بشرته شباب، معجز، محصلوش تجاعيد، بتأخر ظهور التجاعيد في البشرة. المورينجا دي بتستخدم في حاجات كتيرة قوي، في مستحضرات عناية للبشرة بطريقة رهيبة فوق ما تتخيلوا، بسبب يعني يعني قد ايه هي عظيمة، فبيستخدموها في منتجات العناية بالشعر والبشرة. الناس اللي بتعاني بقى من فقر الدم، الناس اللي عندها نقص حديد، وفيها كمية حديد وحمض فوليك، يعني ما اقولكوش، يعني فيها فيتامين جيم، طبعا فيتامين جيم ده بيساعد على زيادة امتصاص الحديد. يبقى الناس اللي عندها انيميا او فقر دم، المورينجا من اجمل الحاجات ليكي. يعني الناس اللي بتعاني من ألم العظام، طبعا احنا بقينا كلنا
رجلينا ركبنا كل حاجة فينا على طول بنقول اي. المورينجا بجد يا بنات فعالة فعالة في آلام العظام. تستخدم المورينجا في ايه كمان؟ في آلام الطمس او آلام البيرود او آلام الدورة الشهرية عند النساء، يعني بتخفف من الآلام دي. حاجة بتعزز من الخصوبة سواء عند الرجل أو عند المرأة. بجد قد ايه يا بنات فوائد المورينجا، يعني انا مش عايزة اقول لكم، انا لو قعدت اقول من هنا للسنة الجاية عن فوائدها انا مش هقدر اوفيها حقها. بجد فيها كمية فيتامينات وعناصر غذائية هتفيد شعرك، هتفيد بشرتك، هتفيد جسمك. بجد يا بنات جربوها. طبعا هتقولي لي احنا بنستخدمها ازاي. عامة انت بتجيبي معلقتين او معلقة، عامة في كوباية مية، مية مغلية جدا، وبتقلبيها وبتشربيها بدون سكر، ده بيتحطش فيها سكر نهائي. كل يوم بتشربيها هتلاحظي الفرق، سواء في لون بشرتك، في لون جلدك، في شعرك. ان البنات اللي عندها تساقط في الشعر كل ده هيروح ان شاء الله. البنات اللي عندها بيظهر لها تجاعيد بدري هتلاقي التجاعيد خفت، كل ده ان شاء الله هتلاقيه راح. يبقى احنا بنستخدمها مرة كل يوم. طيب في ناس بيقولوا احنا بنستخدمها للتخسيس. بصوا هي فيها كمية عناصر وألياف ومعادن بتساعدك انك ما تاكليش كتير، يعني ما تفتحش الشهية، اوكي. لكن هي مش، يعني مش اكاد اجزم ان هي بتخسس، عشان اكون صريحة معاكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك، حطوا لايك، حطوا لايك عشان المورينجا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتعملوا شير عشان كل بنوتة تقدر تستفاد من الفيديو بتاعنا. الناس اللي بتعاني من هشاشة، الناس اللي عندها نقص في الكالسيوم، من اجمل الحاجات المفيدة لصحة العظام لاحتوائها على نسبة الكالسيوم والفسفور. شفتوا قد ايه هي فوائدها عظيمة. الوقاية من امراض الكانسر، ليه؟ لانها فيها كمية مضادات للاكسدة، بتقضي على جميع الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم. شفتوا قد ايه، يعني سبحان الله. طبعا بتعالج على سرعة التئام الجروح، يعني الناس اللي بيبقى عندها جرح وعايزاه يلتئم بسرعة، المورينجا من اجمل الحاجات اللي هتستخدمها لالتئام الجروح.